هيكون في تأثير خلال الفترة اللي جاية من وجهة نظرك، ولا شايف ان محمد ابو جبل، او الاول انت شايف محمد ابو جبل هو اللي يبدا مباراه دور 16، ولا احمد الشناوي؟ وفي نفس الوقت خلال الفتره اللي جايه هل حضرتك شايف هم اللي يستمروا، وهل حضرتك شايف ان ممكن يكون في اضافات تانية في ظل غياب طبعا محمد الشناوي؟ بص احنا يعني هنرجع بس كده قبل ما نسافر البطوله، احنا لعبنا مباراه وديه مع تنزانيا. المباراه دي لو حضرتك فاكر كان الشناوي مصاب، عشان كده كان بيتاهل وكان لسه ما جهزش 100%، فلاعب الراجل لاعب محمد صبحي. تمام. فاحنا كلنا لما يعني النهارده محمد صبحي بعد فتره غياب اكتر من 70 يوم وبعدين بيجي يضمه، كان في يعني معلش يعني احنا بنتكلم بقى كوره يعني غريبه جدا انه بيجي يضم محمد صبحي وبعدين كمان بيلعبه المباراه كامله. فمن هنا قلنا ده كمان محمد صبحي يبقى رقم اثنين. يعني انا النهارده انا الشناوي بيغيب ومعاك ابو جبل ومعاك احمد الشناوي وتدي لصبحي، وصبحي غايب ما بيلعبش في مباريات، مش متواجد مع نادي الزمالك في 70 يوم، ممكن تقل ممكن تزيد، وبيجي تديله مباراه كامله. فاحنا قلنا خلاص الراجل ده هيبقى رقم اثنين. طيب في مباراه الشناوي في اول مباراه في البطوله الشناوي وقع دقيقه او نص كده، انا شفت ابو جبل هو اللي قام من على الدكه وكان بيستعد عشان يسخن. ايوه. فحتى وقتها يمكن ما حدش خد باله، بس انا خدت بالي. فقلت انت يعني الراجل، طب على اي اساس انت اديت المباراه الصبحي وبتيجي بتسخن ابو جبل وبينزل ابو جبل بقى المباراه الاخيره؟ هرد انا على حضرتك بمعلومه، يعني معلومه عندنا طبعا الامور الفنيه دي بتاعت حضرتك. ما فيش مشكله، اتفضل. المعلومه بقى ان هو الراجل شايف ان الشناوي وابو جبل بيشاركوا مع انديتهم في الدوري، وبالتالي اتكلم مع الجهاز المعاون قبل المباراه الوديه وقال لهم ان هو كان عايز يدي محمد صبحي علشان يدخله في اجواء المباريات، باعتبار ان هو كان بعيد عن المشاركه في المباريات بسبب ازمته مع الزمالك. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو مقتنع جدا جدا بمحمد صبحي، وبيشايف ان هو افضل حارس مناسب مع سنه في التوقيت الحالي. يعني هو في سنه دلوقتي، هو فيتوريا شايف ان محمد صبحي في المرحلة السنية بتاعته هو أفضل حارس، وبالتالي هو شايف إن هو ده حارس المستقبل خلال الفترة المقبلة. ده أنا بقول لحضرتك هنا المعلومة، تيجي تقول لي أنا بقى عن قناعتنا الشخصية، يعني أنا بتفق مع حضرتك، وأنت حضرتك طبعًا إن يعني في كان أعتقد حراس تانيين كانوا أحق بالتواجد من محمد صبحي. بص مفيش مشكلة، أنا معاك إن الراجل مقتنع جدا بقدرات محمد صبحي، محمد صبحي من الأجوان الكويسة جدا جدا، ولكن يعني مش عايزين نتكلم بقى خلاص في يعني في أمور مش هنتكلم فيها، إنما الولد جول كويس وعنده مواصفات جسمانية وفنية وعنده شخصية، بس إحنا بنقول الراجل بعيد 70 يوم يا كابتن إسلام. صح. فموضوع إن أنت تضم المنتخب دي كان برضه الموضوع صعب يعني. يعني ويعني هو كان أداؤه برضه لما كان بيشارك مع الزمالك ما كانش أفضل حاجة يعني. وما عندوش الرصيد الكافي قوي للمنتخب. يعني انت لما حضرتك تيجي تكلمني تقول لي محمد بسام ولا محمود ابو السعود، مش عشان حضرتك بتمرنه، او محمد عواد، طبعا لو حضرتك هتفاضل ما بين الثلاثه دول، هيكون منطقي ان يكون واحد من الثلاثه موجودين؟ خلاص هو خلاص احنا بنساند الاختيارات اللي بيختار الراجل. انا بتكلم بس ايه على يعني كمان ده انت عندك مباراه دوليه واحده، ومحمود جت في المصري كمان. ومحمود جت طبعا. هنتكلم بقى ايه على ليه ابو جبل ولا الشناوي؟ لا ولا طبعا احمد الشناوي. احمد الشناوي طبعا برضه قبل البطوله كان عنده اصابه وما شاركش في كاس السوبر في الامارات، وكان بعيد قبلها بفتره، وانضم للمنتخب برضه كان برضه يعني نفس طبعا هو مش زي حاله محمد صبحي، ما جابش كتير قوي زي محمد صبحي. انما طبعا حارس مرمى كبير ودولي برضه، وعنده عدد مباريات دوليه من فتره كبيره. احنا ليه بقى بنقول ان الراجل هيعتمد على ابو جبل بقى الفتره اللي جايه؟ هو اوريدي خلاص، هو ابو جبل نزل المباراه اللي فاتت حتى لو شارك دقيقه ولا دقيقتين، بس نزل المباراه فخلاص. ليه الراجل هيعتمد على ابو جبل؟ طبعا مع البنك الاهلي بيأدي وبيلعب اساسي على كل المباريات، انما يعني برضه ايه مش افضل حاجه مع البنك الاهلي. بالظبط. مش افضل حاجه بالنسبه للاداء يعني. طيب يبقى هنا ابو جبل هيشارك ليه في مع المنتخب؟ بالمخزون اللي عنده من بطولة افريقيا اللي فاتت لما نزل مكان محمد الشناوي، قدم بطولة ولا اروع، كان يستحق ان يبقى افضل حارس في البطولة بلا يعني بلا منافس.
يعني اتظلم ان ابو جبل ما خدش افضل حارس في البطوله اللي فاتت. اتظلم كان يستحق يبقى افضل حارس في البطوله. المنتخب وصل النهائي وكان ابو جبل صاحب يعني 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 مش عايز اقول لك يعني هو من احد الاسباب الرئيسيه في ان منتخب مصر يوصل للمباراه النهائيه. ما فيش نصيب ان احنا نكسب البطوله، احنا خسرنا من ضربات الجزاء. انما ابو جبل عمل بطوله كبيره جدا جدا طبعا. جدا اللي فاتت، ومن هنا بتيجي مشاركه ابو جبل المباراه الاخيره، وهيكمل ان شاء الله في اعتقد انه هيبقى هو واحد من التشكيل الاساسي في المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم، مش عارف المباراه تبقى يوم ايه، انما هو يبقى يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد ان شاء الله، يوم الاحد الساعه 5 هنا طبعا. هو طبعا الراجل ما كانش موجود، انما اكيد الراجل اتفرج على الماتشات بتاعه البطوله، اكيد اتقال له ان ابو جبل نزل مكان الشناوي يقدم اداء كويس مع المنتخب، فطبيعي ان ابو جبل هو اللي هيشارك ان شاء الله باذن الله. يعني اتمنى له التوفيق، لان ابو جبل يعني حارس كبير وحارس عنده خبرات دوليه زي ما قلت حضرتك البطوله اللي فاتت، وان شاء الله يفرق مع المنتخب ان شاء الله في اللي جاي باذن الله ان شاء الله يعني.